هلا زينب، وصلنا طبعا لفقرتنا التالية اللي رح نبدأها طبعا مع الظواهر الفلكية اللي عم نشهدها شهر آب الحالي، واللي بدأت بخسوف القمر رح نختمها بالحدث الأبرز وهي ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، والذي قد يستمر 90 دقيقة كأطول كسوف شهده العالم. لنعرف فرح شو هي الظواهر الفلكية هالشهر، معنا بصباحنا الأستاذ محمد العصيدي رئيس الجمعية السورية للفلك. سعد صباحك. صباح صباح النور، الفلك. صباح الخير زينب، صباح الخير فرح، صباح الخير لجميع المشاهدين، يسعد صباحكم. صباح الفلك، صباح يعني الفلك فعلا اذا بدنا صباحا. نسمي هذا الاسبوع اسم، اذا يعني حبينا نطلق على هذا الاسبوع اسم، هو اسبوع سواء الظواهر الفلكيه او الاشاعات الفلكيه اللي مو معقول قديش هذا الاسبوع منتشره تماما بشكل غريب جدا. اكبر كم من الاشاعات الفلكيه خلال فتره قصيره، كانه في مسابقه عالميه. والعالم حلاوته يمكن كمان فرح بتصدق، هي بتجذبها هي الاخبار وبتصدقها، صحيح يعني واكثر شيء بتتناقل كان او بيضحك بتبهرها. كمان انه نهايه العالم. فاليوم بدنا نحكي عن شهر اب بشكل عام، تمام. ابرز الظواهر الفلكيه، ابرز الاشاعات، مشان العالم ترتاح نفسيتها انه ما تماما في نهايه للعالم اكيد هالاسابيع. اكيد، يعني في نقطه كثير مهمه، اذا بدنا نحكي مثلا بالاشاعات كاخبار علميه نقول انه الاسبوع القادم بده ينتهي العالم بسبب ضرب الارض بكوكب اسمه لا، وكسوف كلي، رح يحدث زلازل وبراكين، ورح تنتهي الارض بعد اكثر من اسبوع 10 ايام تقريبا بسبب الزلازل والبراكين، ورح تنتهي الارض بعد منا بسبب الهطل الشهابي، حيضرب الارض ويدمرها. يعني ثلاث مرات رح تنتهي الارض. تمام، شو هالعذاب؟ وما بعرف اذا في اخر شيء، انه في اخر ما سمعته انه في احدى الدول عم يجدوا سكانها بسبب نيزك. كل هذا الكلام غير صحيح اطلاقا. اولا كوكب نيبيرو، هذه الاشاعه مبنيه على قضيه سومريه او على اسطوره سومريه، هذه الاسطوره السومريه بتقول انه بعام 2017 اذا حدث خسوف وكسوف سياتي كوكب اسمه نيبيرو يصطدم بالارض. نعم. اولا الخسوف حتما يليه كسوف او يسبقه كسوف، هذا قانون. كوكب نيبيرو لا وجود له، هذا كوكب خيالي، كانوا السومريين 4000 سنة يطلعوا على السماء، فما كان عندهم ترتيب الكواكب مثل ترتيبنا، ما كانوا يعرفوا أورانوس ونيبتون وهالكواكب مثل ما بنعرفها نحن اليوم. فلما رصدوا كوكب أورانوس تحديدا أو نجم ما بزمانهم سموه نيبيرو. أما هو ليس موجود وليس له أي علاقة بالأرض ولن يصطدم بالنهاية بالأرض. وتاني شيء، عندنا تلسكوبات، عندنا مراصد قادرين نحن نحدد أي كويكب يهدد الأرض بشكل كامل 400 سنة، فنحن قادرين من هلا ل 400 سنه نقول انه في كويكب يهدد الارض ولا لا، مو لبكره. نعم. فبالتالي لا يوجد اي شيء. اما موضوع الكسوف الكلي، نعم مثل ما تفضلت فرح بمقدمته، هناك كسوف كلي طويل مدته 93 دقيقه لن تشهده الدول العربيه وسوريا. سيبدا من جنوب امريكا وينتهي في شمال امريكا. ميزه هذا الكسوف انه هو الاكبر الاطول بهذا القرن. نعم. فقط لا غير، 93 دقيقه، لكن تكرر 93 دقيقه عام 1838، حيكون كسوف كلي مدته دقيقتين الكسوف الكلي، اما من جزئي لجزئي 93 دقيقه. العدد السكاني اللي حيشاهدوه عدد الناس 14 مليون، فبالتالي حتى عدد المشاهدات نسبيا قليل. هذا الكسوف ميزته انه هو اخر كسوف بهذا العام بس، مو اكثر، يعني ما في غيره واخر واحد، عشان هيك اخذ هالضجه. ثاني شيء، وسائل الاعلام بهم انه تنقل صورته، بهم انه يكون في مشاهده له، هذا الشيء كمان عطاه زياده في الاهتمام العالمي. نعم سيحدث كسوف كلي، لكن زين افرح لا علاقه للكسوف الكلي بالزلازل، لا علاقه للكسوف الكلي بالبراكين، والاهم من كل هالكلام لا علاقه للكسوف الكلي بارتفاع درجات الحراره. اساسا نحن ب 21 اب اللي هو موعد الكسوف الكلي راح تكون بلشت الحراره تعتدل وخلص اب اللهاب، فبالتالي ما حيكون في ارتفاعات حراره مثل ما عم يصفوا هلا. وللاسف الشديد بلشوا يتناقلوا انه حراره راح توصل لحيطان الخمسينات، هذا كلام مو صحيح، هذا كله في وراه لعبه، في وراه ناس عم تتفنن بايذاء الناس وتضييع العلم الحقيقي، عم تتفنن بكيف خلينا نسميها ياخذوا يمتصوا طاقاتنا، سواء الطاقات الايجابيه اللي عندنا او طاقات البلد. لانه لما تطلع دعايه انه الحراره رح تكون عاليه، لا اراديا نحن رح نستجر الكهرباء بشكل اكبر، رح نستهلك كهرباء بشكل اكبر، فبالتالي هي عمليه، رح ننزع على السوق نشتري مواد غذائيه، هي عمليه. اذا في شيء من وراء هالاشاعات، عم تطلع الاشاعات من مراكز دراسات وابحاث، وعم يشوفوا مدى انتشارها ومدى تصديق الشعب العربي لها. للاسف الشديد انا ما بنكر انه في اشاعات للغرب، لكن في اشاعات ايضا للعرب، خاصه للعرب. صحيح. تماما، عم نلاحظ كيف في العرب كيف عم يتناقلوها بسرعه اكبر، كيف عم تنتشر، هذا الشيء كله عم يندرس، هذا الشيء كله له ابعاد سياسيه، له ابعاد اقتصاديه، فلازم ندير بالنا. تمام، رجاء من كل المشاهدين لما تصلهم اشاعه بس يحكموا عقلهم،
يعني يفكروا فيها منطق. يعني كنا نحن عم نمزح قبل شوي انه معقوله مثلا يكتبوا على المعلبات صريحه لمده 2018 وتكون نهايه العالم بعد اسبوع؟ مو منطق. وكالات الفضاء اللي عم تطلع الصواريخ عم تطلق الصواريخ، الاقمار الصناعيه اللي عم يتحضر لها، هي كلها شو؟ اذا كانوا وكالات الفضاء بيعرفوا انه نهايه العالم الاسبوع القادم، ليش ليدفعوا مليارات الدولارات للصواريخ؟ اكيد استاذ مثل ما قلت يمكن في منطق ايضا انه بعد كل هالتطور مو معقول ما نعرف اذا في تهديد للارض او لا، لكن خلينا نحكي عن الظاهره اللي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي واللي شاهدها السوريين، وهي وشفنا صور القمر بكل محافظات سوريا، كل حدا عم يصور القمر شفناهم على الفيسبوك، نحكي عن هالظاهرة وأيضا شو ممكن تأثر أو شو أثرت. كتير حلو. هلا بالفعل 7 آب حدث خسوف جزئي في سوريا، نسبته كان 20% 23% وصل إلى 25% بجنوب سوريا. نعم. كان من الخسوفات الجميلة جدا الراقية جدا، ما كان في عنا خسوف كلي بأي منطقة بالعالم إطلاقا، كله كان خسوف جزئي تراوحت نسبته بين 10 أو بالأحرى 2% وصلنا ل 40-50% في المنطقة العربية، فإذا كان خسوف جزئي جميل جدا. القمر كان بدر، مع الساعة 8:15 بدأت الأرض تحجب ضوء الشمس على القمر، فبلش القمر يتعتم جزء منه مثل ما شفتوا بالصور، وبلش يمتد هذا السواد لحتى أخذ 20%. إذا لاحظنا المنحني تبع الأرض بنلاحظ أنه منحني دائري، قوس من دائرة، هذا يثبت أنه الأرض كروية. بالضبط. اثنين، الخسوف لا يحمل معه أي تأثير سوى مشاهدته الجميلة جدا، لكن ساعدنا زينب فرح بموضوع كتير مهم وكتير يهم المشاهد، يلي هو موضوع حساب منتصف الشهر القمري. وقت يصير خسوف هذا منتصف الشهر القمري، هذا ليلة 15 الشهر، بالتالي وبدي لكم سر بيناتنا، هيك نحن بنقدر نعرف مبدئيا امتى بيكون العيد. يعني وفق الحسابات الفلكيه قلتوا لي انتم انه 21 شهر في كسوف، صح؟ انا ما حكيت شيء. فاذا 21 رح يولد الهلال، 22 هو اول ايام ذي الحجه، فبيكون وقفه عرفه يوم الخميس، واول ايام عيد الاضحى فلكيا هو يوم الجمعه. طبعا وهي سكوب لكم السماء اعلنا عنه، ويبقى القرار النهائي طبعا عند الجهات المسؤوله، لكن وفق الحسابات الفلكيه لانه عندنا خسوف وعندنا كسوف انضبط بداء منتصف ونهاية الشهر القمري، هذا أعطانا أريحية سواء نحن أو كل الدول العربية والإسلامية بمعرفة تماماً متى هو عيد الأضحى. يعني هذا الشيء بيريح كل الدول العربية والإسلامية أنه نحن حندخل عيد الأضحى بشكل صحيح بشكل مضبوط، لأنه عندنا كسوف، الكسوف بيضبط تماماً ولادة الهلال بكل الدول. له تأثيرات فلكية على الإنسان القمر الدموي؟ كثير حلو. هلا اذا حكينا عن قمر البدر بشكل عام، يعني انا عم ابتعد عن حاول اتفادى كلمه دموي، لانه كلمه دموي كان فيها اساءه للقمر، القمر هو الجمال هو العطاء، فما فيني انا اوصفه بالدموي، يعني عم اعطيه رعب. صحيح. القمر بحياته ما كان رعب، فانا عم ابتعد عن كلمه دموي. كان هذا اللون الاحمر اللي بالضبط كان فيه، اللي هو لون بسبب اب بشكل عام. اب بيكون الشمس مثل ما بنعرف حاره، فبالتالي شروق القمر بيعطيه انعكاس ضوء احمر، لكن خلينا نسميه لون الحب، القمر المحبوب مثلا. فالقمر بالنسبة للإنسان كثير بيأثر. يعني لو حكينا يوم الخسوف تحديدا، زينب وفرح كان بدي منكم تجربة أنه شوفوا نفسيتكم لما يصير خسوف. الإنسان بيقدر يكون طبيب نفسه وقت الخسوف. الخسوف بيكون القمر بدر، بالتالي عملية المدو الجزر قصوى. نعم. والكسوف يعني نحن هذا كمان بيمشي على الكسوف، ندقق على جسمنا. إذا لقينا وقت لحظة الكسوف أو الخسوف أنه نحن بلشنا نتوتر، بلشنا نعصب، يعني نحن عندنا مشكلة بالقلب لا سمح الله، ضغط دمنا مرتفع، لازم ناخد شيء يخفف ضغط الدم. إذا لقينا بالعكس أنه كتير رايقين لدرجة مو معقولة ومتكاسلين هيك، وهذا بيكون ضغط دم منخفض، أيضا بده علاج. أما إذا لقينا حالنا طبيعيين تماما فبيكون جسمنا صحي. هذا أول تأثير. ثاني تأثير، توارد الدماغ على الدماغ، توارد الدماغ على الدماغ ايضا يعكس تاثير القمر والشمس الكبيرين على الانسان. وفينا نحن نعرف حالنا يا ترى قديش مدى تاثير القمر علي بهذا الحاله، انا بعرف امتى ولدت بالشهر القمري وشو مدى تاثري بالقمر. بهالحاله بضبط اليوم بالشهر اللي بكون انا فيه غير مسرور، بكون فيه معصب، بكون فيه مالي مرتاح روح على الشغل. كل واحد فينا له يوم بالشهر بحس بهذا الشعور. لكن الاجمل من كل هالاحداث الفلكيه هو الحدث الفلكي اللي راح نشهده اليوم. اليوم مدعوين زخات الشهب. تماما، اليوم مدعوين انتم والمشاهدين الكرام لرؤيه الشهب تزين السماء. اليوم بصراحه زينب وفرح بنستناه من السنه للسنه. هذا اليوم، هذا اليوم نحن بنعتبره للسماء، هديه للسماء، نرتاح هيك ومنقضي ليله كامله نطلع بس بالسماء، نتامل بالسماء. هذا اليوم، اليوم نحن كفلكيين كمان المشاهدين وانتم مدعوين لمشاركتنا. حيكون في ليله رصد بدمشق بصحنايا، رح يكون مجهز لكل التلسكوبات، رح تبدا الساعه 7:30 مساء تستمر لبكره الساعه 6 فجرا.
حنمضي الليلة ونحن عم نعد الشهب ونراقبها. طبعا حيكون في عنا برنامج عمل منا رصد كوكب المشتري وزحل والقمر والزهرة والتجمعات النجمية والتدريب على التلسكوبات وفيلم علمي، وبالأخير نرصد الشهب بين الساعة 12 و4 فجر. يعني ما بيقدر يشارك معنا عنده احتمالين. الاحتمال الأول إذا كان عنده منطقة بعيدة عن إضاءة المدينة بكل بساطة، وإذا كانت كهرباء مطفية هي لصالحنا، يعني هي ميزة لنا. اليوم بس باليوم بس تماما يطلع اتجاه الشمال والشمال الشرقي. نعم. الشمال الشرقي من الساعة 12 ليلا حتى قبيل شروق الشمس أو قبيل الفجر. نعم. بلاقي في شهب عم تطلع بشكل جميل جدا ويبلش يعدها. متوقع العدد 80 ل 90 شهاب بالساعة. يبلش يعدها ويتأملها، ممكن يسمع صوتها إذا كان هدوء تام، ممكن يشوف ألوانها إذا كان عنده المكان واضح، ويبلش عدة من أروع ليالي رصد الفلكي. حتستمر اليوم وبكرة، يعني اليوم لحتى قبيل الفجر وبكرة حتى قبيل الفجر هي البرشاويات نسبة إلى البرج برشاوس. هاي الشهب هي عبارة عن بقايا مذنب اسمه سويف التطل، آخر مرور له كان عام 1992 بمرك 133 سنة مرة، الله يعطينا طولة العمر 2125 إذا نقدر نحضره. ترك بقايا الأرض، تمر في هذه البقايا الاحتكاك ما بين الغلاف الجوي وهذه البقايا تولد هذه الألعاب النارية الجميلة جدا يلي ممتع جدا عدة ورصدة وإحصاء. والتمني بيقولوا إذا اللي بيشوف شهاب بتمنى أمنية يا رب تتحقق يا رب بإذن الله تعالى. نحن طبعا عنا وقت زينب تمام، عنا شهب كتير. نحن بسوريا عملنا أكثر من مكان لرصد الفلكي، يعني بإمكانهم، ولو آسف ذكرتها، أنه بإمكانهم يفوتوا على صفحة الجمعية الفلكية السورية ويشوفوا أماكن الرصد. يلي ما بيقدر يشاركنا وما عنده عتمة، نحن رح ننقل الشهب حتى على صفحتنا بس مباشر، يشوفوا كيف حيكون في ألعاب نارية بالسماء. نحن بنسميها ألعاب نارية بس هي ألعاب طبيعية جميلة جدا. الملاحظة المهمة، لم تصل صحة فرح، لم تصل هذه الشهب الى الارض اطلاقا. نعم. اطلاقا، يعني كمان هلا حيطلع لنا اشاعه انه الارض رح تنقذف بشهب. نعم. ومنشوف اشاعات كثير لن تصل الى الارض، هي في اعلى طبقه من الغلاف الجوي تحترق، فما لا واصل الى الارض اطلاقا، ما لقيت السبب ابدا. طبعا. بالعكس، الشغله الميزه الوحيده فينا نستفيد منها ايضا بغض النظر عن عده، انه نجيب هذا الراديو القديم اللي له انتين. في قنوات نحن ما بنسمعها، ما بتصلنا ترددها مثل الإذاعات اللبنانية القبرصية. إذا ولفنا على شيء رقم إذاعة أخذناه من الإنترنت، لما يمر شهاب بيعكس تردد هذيك الإذاعات، فبنسمع صوت إذاعات الجوار. فنحن منعد الشهب إما بالرؤية أو من خلال الترددات اللي عم تجينا. أيضا من الظواهر الفلكية الجميلة جدا اللي دحوة للناس ينسوا همومهم. نعم. والله يا زينب وفرح، لما تأملوا السماء بهذا اليوم جد بتحسوا همومكم راح. جربوها، قضوا نص ساعه ساعه وانتم عم تقبلوا بس السماء، هيك بتحسوا كل هموم حياتكم مسحت، بتحسوا قديش هي السماء كبيره والارض صغيره وقديش همومنا ونحن قديش صغار تماما بالضبط، وهمومنا بسيطه قدام وسع السماء. صحيح. وبنريح نفسيتنا وبناخذ طاقه ايجابيه جميله جدا، وبنرجع يعني بنقبل على الحياه يعني انا نحن بنعرف هالليله وقيمتها كل سنه نحن بنستناها باللحظه، لانه بنعرف انه بهالليله نجي ثاني يوم نفسيه جديده بروح جديده. احنا اليوم عندنا عمل، كنتوا انتوا اليوم بمقدمه حلقتكم عم تقولوا يوم الجمعه ونهايه اسبوع ونهايه عمل، لا بالنسبه ان اليوم هو ذروه عملنا. رح نكون 24 ساعه من 24 ساعه مستيقظين، لكن هالذروه ممتعه جدا. وفعلا دعوه لكم اذا بتقدروا تشاركونا لانه متعه هائله جدا. اذا ما قدرتوا عن جد لا تروحوها من ايدكم، فرصه بس اهم شيء بعيدا عن اضواء المدينه وعن اضواء السيارات، لانه اضواء السيارات بتجي على عيوننا ما بتخلينا نشوف الشهب. حتما لازم نكون بعيدين عن اضواء المدينه، يعني نطفي اضويه البيت إذا ما كانت مطفية الكهرباء ونتأمل السماء. نعم. يعني مثل ما حكينا أستاذ، هذا الشهر آب هو ظواهر كثيرة. اليوم رح نشهد من أجمل الظواهر، لكن 21 آب كمان في ظاهرة الكسوف القليل الشمس، خبرنا عنك. تمام. إذا صار عندنا 7 آب اليوم، 11 آب و21 آب، وعندنا كمان لاحقا بعد 21 آب أيضا بنهاية آب في عندنا المريخ، سيكون في أقرب نقطة للأرض كمان رصده حلو. لكن خلينا ندقي على 21 آب بصفته أنه الحدث الفلكي اللي حيجي وحيكون له ضخ إعلامي كبير. السبب بضخه الإعلامي أنه العلماء بيستنوا هذا الكسوف لدراسة الرياح الشمسية، لدراسة النشاط الشمسي. بصراحة فرح وزينب، نحن هاي السنة هي سادس سنة على التوالي تسجل الحرارة فيها أعلى المعدلات، يعني نحن فعلا عندنا معدلات غير مسبوقه بالحراره. العلماء مستنفرين 21 اب لدراسه الكسوف الكلي، لرؤيه يا ترى هل سيظهر رياح شمسيه، هل هناك شيء مع الشمس ما عم نعرفه، شو سبب هالارتفاعات الهائله. نعم. هل كما هو متوقع من عمل الانسان ام لا في شيء على الشمس نحن ما عرفانينه. هي الفرصه الوحيده لحتى نحن نشوف الشمس وكيف وضعها، لانه لما يجي القمر ما بين الارض والشمس يحجب ضوء الشمس، فبيترك لنا الهالة حول الشمس. هالهالة حول الشمس شدتها
ارتفاعها؟ فينا نلاقي جواب على تماما أسئلتي. لازم نلاقي جواب حتما. هل الانفجارات هي هي بتعطينا الجواب يا ترى؟ هل كانت الشمس هي المسبب ام الشمس بريئه نعم. كما هو متوقع فعليا؟ فالكسوف عم يترقبوا العلماء، بنفس الوقت هواة الفلك مجهزين كاميراتهم ليلتقطوا صور مثل ما نحن التقطنا صور الخسوف، هم مجهزين كاميراتهم ليلتقطوا صور الكسوف. نادرا ما يمر كسوف بمنطقه ونرجع نشهد كسوف كل ثاني. يعني مثلا انتم ذكرتوا بحدث في مثل هذا اليوم عام 1999 الكسوف الكلي، في عندنا عام 1999 حدث كسوف كلي في عين ديوار في دير الزور، تمام، لحتى يمر مئات السنين ليرجع يتكرر هذا الكسوف في هذا المكان. فبالتالي من شهد هذا الكسوف حياته لن تسمح له، فترة عمر الإنسان لن تسمح له برؤيته مجددا. حتى مذنب هالي اللي شافه عام 1984 بده 76 سنة كمان يمكن ما تسمح له حياته يشوفه مرة تانية. مشان هيك الكسوف بيكون ذو قيمة، لأنه هذا اللي بيشوفه أو الشخص المتابع اللي بيشوفه قد لا يكون إلا مرة واحدة في حياته ولن تتكرر. تمام صحيح. بالفعل مثلا هلا انا فتره حياتي ما شفت كسوف كلي، بسوريا ما مر علينا كسوف كلي، جزئي مر، اما كلي لم ما مر. حتى مذنب انه يشوفه بالسماء وهو عم يعبر، يا رب يدعمنا نحن وياكم نحكي شي مره يا رب هيك يكون في ظاهره فلكيه هي مرور مذنب ونتابعها ونصورها، لانه متعه ومن الاحداث الفلكيه المهمه. استاذ محمد، يعني حكينا عن تاثيرات الخسوف، خلينا نحكي عن تاثيرات الكسوف ايضا على الانسان ان كان في جسديه او نفسيه حتى. كثير حلو. الكسوف كمان له تاثيرات. اول شيء قبل ما نحكي عن الانسان كمان بدي احاول انه ما نكون نحن الفحيدين اللي على الكره الارضيه، في عندنا الحيوان يتاثر بشكل كبير بالكسوف. ومن الغرابة أنه يشعر الحيوانات أنه لما يصير كسوف أنه الليل حمل، فبتروح مثلا الحيوانات لبيوتها وبتنام وبتضطر ترجع فيه بعد ما يخلص الكسوف. هينا الظواهر الفريدة للحيوانات. بالنسبة للإنسان الكسوف أيضا يرتبط بجسم الإنسان، بخلايا جسم الإنسان، بنفسية الإنسان. يعني في ناس يلي خلينا نسميها بتعدي معها بتنبسطي، نحن بنقول لهم ذات طاقة إيجابية، هدول الكسوف بيعطيهم طاقة أكبر، بتلاقي متعب الجلسة معهم. بالمقابل للناس المتشائمين الكسوف بيزيد تشاؤمهم، بيزيد سلبيتهم، بيزيد الحالة النفسية السيئة عند بعض الناس. الكسوف بشكل عام هي ظاهرة فلكية جميلة جدا، جميل مراقبتها، جميل معرفة انعكاسها على جسمي لحتى أضبط أنا مين، لحتى أعرف أنا شو، يعني حتى أعرف وين أخطائي، وين الجوانب السلبية بحياتي حاول اتفاداها. بنفس الوقت أضبط الدورة الدموية بجسمي، يا ترى أنا من ذوي الضغط الدم المرتفع ولا العادي ولا المنخفض. بالنسبة للأرض كثير بيقولوا أنه الكسوف يؤثر على القشرة الأرضية ويسبب زلازل. لم يسبق أن سجل زلزال مترافق مع كسوف. قد تحدث صدفة أنه زلزال وكسوف لكن ما حدثت سابقا، بس ما في ارتباط، ما في ربط، إلا في حال واحد لا سمح الله، إذا كانت الشمس والقمر أقرب ما يمكن إلى الأرض، وقتها إيه ممكن يصير زلازل، وهذا شيء محسوب وحاليا غير متوفر، يعني هالشروط غير متوفرة. فبالتالي لن يحدث كوارث على الأرض، ستمر الظاهرة بهدوء، سنشهد صور جميلة جدا، حنشوف مسابقات بالتصوير، حنشوف مسابقات بالفيديوهات، وحنشوف دراسات علمية حول هذا الموضوع. للأسف نحن ما حنشارك فيها لأنه نحن الكسوف بهمنا الدراسة تماما، لأنه بعيدين جدا عن الكسوف، حيكون فقط بأمريكا الجنوبية، سيمتد إلى أمريكا الشمالية، فمنطقتنا كلها حتى الأوروبيين بعيدين تماما عن مجرى الكسوف. المفارقة بكلمتين أنه في رحلة طيارات عجبتني أنا هي، في رحلة بالطيارة بتقطع تذكرة بتمر فقط مع الكسوف، يعني تمشي الطيارة مع الكسوف هيك ليخلص الكسوف وبتهبط، ما بدها فيزا، ما بدها تأشيرة، بس بدها رسم الطائرة بحدود 400 ألف أو 500 ألف دولار فقط لحتى تمشي وتتابع الكسوف والطائرة من بدايته لنهايته. 93 دقيقة يعني كامل مع الكسوف. هي من الأمور التجارية التي استثمر فيها الكسوف. أيضا رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية مجهزين كاميراتهم، كمان رح يشوفوا الكسوف لكن بطريقة أخرى، رح يشوفوها من الفضاء بطريقة أخرى تماما، ما حيشوفوها الكسوف الكلي مثل ما نحن بيظهر عنا. لكن بالنهاية الدعوة اليوم لا ننسى، هي فرصتنا 11 آب من أجمل الظواهر الفلكية اللي بتمنى أنه ما ننساها. 12 بالليل للفجر، قبيل الفجر، قبيل الزروة. الفجر الذروة، وأكيد بكرة كمان الشمال الشرقي. تمام، يعني عالم الفلك ما بينشبع منه، عالم كتير واسع وفي كتير عنا من الفضول حتى نعرف تأثير الفلك على حياتنا وشخصيتنا. إن شاء الله بالحلقات القادمة بنحكي أكثر عن هالموضوع. شكرا لوجودك وعلى كل المعلومات، وإن شاء الله هيك ليلة اليوم سعيدة بمراقبة الشهب. تسلم ايديك زينب، كل الشكر لك ولفرح ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك. أكيد الحديث ما بينشبع من حضرتك أستاذ، نتمنى دائما يكون في حلقات جاية مع حضرتك ونعرف معلومات أكثر. شكرا. أما هلا مشاهدينا